de la vie, y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est bon, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Alain. مساء الخير، مساء الخير تكونوا بخير. يلا بركة من اون لاشو ريان، نتمنى انكم تكونوا بخير اون لاشو ريان بطبيعة الحال. الوغ اليوم معنا ضيفة عزيزة علينا بزاف وانا عزيزة عليا ان توكا. غادي ندير لها الانفيتاسيون ديالها نشوف وصلات ولا مازال. الوغ مازال ما كايناش معنا، نتسنى وتوصل وغادي نتكلموا على المشروع ديال القانون اللي كلشي يسمع به مؤخرا واللي قلق الناس بزاف و اجوست ريزون، يعني لانه كيفكرنا بامور اللي كانت كدار شحال هادي واللي ربما خصنا نتجاوزوها وحنا مازال كنرجعوا ليها، اللي هو القانون ديال 2220 والمتعلق يعني بعدد من البنود ديالو متعلقه بحريه التعبير بصفة واضحة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بحال هادشي اللي كنديرو حنا دابا. وبالتالي بغينا نتكلموا عليه مع الضيفة ديال اليوم. كنت نتسنى هاد تجي باش نبدا لا بريزونطاسيون ديالها مباشرة من بعد. الوغ انا مازال ما جاريف با على تروفي، ماشي مشكل. دونك je pense غادي دير لنا واحد البيتي كوكو. دونك كتكون معنا اليوم رفيقه نبيله منيب وهي الامينه العامه لحزب الاشتراك الموحد. هو حزب اللي ربما كتعرفوه ولا شونسونيت انا فين نخليو موسيقى باش تسو فين على طرو. سي مختار من لاباس عليك. الوغ الوغ سمح لي التليفون كنفليش مزيان الله طب. دونك حيدو الموسيقى باش نعاودو نتكلمو شويه. دونك كيف قلت لكم اليوم غتكون معنا رفيقه نبيله منيب وهي الامينه العامه لحزب الاشتراك الموحد. هير مازال ما قدرتش ندخل لابارتي ديال لانفيتاسيون. كيزلق ليا بزاف التليفون عليا. الو مي اون اتوندون دائما باش ما نضيعوش الوقت نقدروا حنا نبداو شويه لا ديسكوسيون على هذا الموضوع، وما عرفتش واش كاين اسئله دون سو سونس. الو يا رفيق اللي تبغي نطرح كالعاده دونك نيزيتي با، وانا جو في اسيي دو نجمع ان بو الاسئله اللي كيتشابهوا ونطرحوهم دقه واحده. فوالا اهلا كاميرات. الوغ خصك تقلبي ال تقلبي ليكخون. وي سا فوالا سي سا. اهلا رفيقه، نتمنى تكوني سلام. اش اخبارك يا رفيق انس؟ كنتمنى تكون بخير. بارك الله عليك. الحمد لله. مع الوباء والافوا مع رمضان ما عرفتش بدا الصدقه حيت حنا هنا في مراكش صافي الصاد بارتو كاينه هذه دابا موجه ديال الحراره. هذه واحد العلامه من العلامات ديال التغير المناخي الكبير اللي كتعرفوا. نعم
الوغ عرفت بان ماشي هو لو سوجي ديال لو سوجي ديال اليوم، ولكن منين درتي هذه القضيه ما كرهتش ندير عليها واحد لا بتيت غمارك، ونتمنى انه الناس يفهموها. يا ريت حد الناس دابا اهتموا بواحد الامور اللي ما كانوش كيديوا فيها من قبل منين شافوا هذا الوباء، وربما شحال من واحد اخيرا فهم بانه احنا كبشريه احنا كانسانيه كلنا في لو ميم باني، وكلنا يعني خصنا نكونوا كونسيرني بالمشاكل ديال بعضياتنا. وصحيح انه امور اللي كتطيح ليك انت، صحيح صحيح انه امور الو بحال مقلوب تتارونجي صحيح سور لوتر كوتي فوالا كوم سا سي بيان. لا ولكن دابا بحال كنشوفك كنشوفك بون جو في سي دو تونير كوريكتومون صافي صافي باش نقدروا نشوفوك عاوتاني هكا. الوغ لا اللي بغيت نقول هو انه كلنا دابا في لو ميم بانيي، الانسانيه والبشريه كلها في لو ميم بانيي، وبالتالي بحال الامور اللي كنا كنتكلموا عليها اللي تكلمتي عليها انت بزاف على الدول منهم المغرب اللي ودول اللي كتعاني ربما شويه اكثر من المغرب، كتعاني من الجفاف، كتعاني من تغيرات مناخيه كبيره، واللي الشعوب اللي عايشه فيها ماشي هي المسؤوله على دوك التغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه كاينين في بلدان اخرى بعيده عليهم اللي كينتجوا بزاف، اللي كيلوتوا بزاف، واللي ما كانوش مسوقين. فنفس الشيء هذا الوباء، يعني كنتمنى انه الناس من بعد يفهموا ان امور اللي كتوقع بعيد راه تقدر توصل لهم وتقدر تقيسهم، وبالتالي خاصنا نتعاملوا ونلقاو حلول كبشريه، وماشي بطريقه اللي تكون شويه فردانيه وفيها بزاف ديال الانانيه. دونك ماشي هذا هو لو سوجي ديال اللايف اليوم، وماشي ايضا ما نتكلموش على لا ميتيو فقط كيف بدينا اللايف، مي الهدف كان هو انه نهضروا شويه على واحد مشروع قانون اللي بان مؤخرا 2020، واللي تكلموا عليه الناس بزاف، واللي في بعض البنود ديالو كيظهر اللي كيقول مثلا انه كاين 50,000 درهم غرامه، وكاين سنتين ديال الحبس لاي واحد دعا للمقاطعه ديال واحد المنتوج، او دعا لسحب الاموال من البنوك، او لا وهذا اخطر ربما فقط حذر من انه واحد المنتوج لا كاليتي ديالو ماشي في المستوى. هادو امور اللي دابا اللي كاين واحد المشروع كيحاول انه يجر الناس للحبس ويجرهم للغرامات حيت داروا هذا الشيء. بغينا نتكلموا عليه، هذا الشيء كيحل لنا المواضيع بزاف ديال حريه التعبير بصفه عامه، كيحل لنا ايضا لو فات كو حسينا بالحكومه بدات كتراجع على هذا الموضوع من بعد ما بانت واحد لا موبيليزاسيون، واحد التعبئه ديال الناس، وربما واش هذا يحيلنا على انه دابا لوبينيون بوبليك والراي العام يعني بصفه عامه ولات عنده قيمه في المغرب، واخا الراي العام مازال يلا كيبان في المنصات ديال التواصل الاجتماعي، يعني ما كيبانش بزاف في الشارع للاسف. وشيء اخر هو لو تايمينغ ديال بحال هاد القوانين اللي كنحسوا بانه بحال كنلعبوا مع شي واحد ما كيحترمش قانون اللعبه، وكيحاول دائما في لو مومون فاش الناس كيكونوا مشطورين بامور اخرى يدوز امور اللي صعيبه ان يقبلوها في الوقت العادي. دونك ما نطولش عليك، ربما نبداو بالموضوع الاول ديال علاش منذ سنوات حرية التعبير كنحسوا بأن حرية التعبير تحارب في المغرب. شكرا أناس، وشكرا بعد على العمل اللي كتقوم به لأنت ولا الأطباء اللي معك والشباب اللي في حالك اللي كيشتغلوا في الواجهة وكيعرضوا نفسهم للخطر باش يعني يعالجوا المرضى وباش يوقفوا هذا الوباء اللي صاب المغرب كيف صاب واحد العدد ديال البلدان. هذا السؤال اللي طرحتي ديال الحريات هو سؤال محوري وأساسي، وعلى الضوء ديال هذا القانون، هذا المشروع القانون اللي بالمناسبه صدقوا عليه في مجلس الحكومه، القانون 2022، مزيان اننا نوقفوا عليه ونتكلم. وكيف بديتي في البدايه هو انه راه القانون او اي حاجه كتسترى راه ما كتكونش يعني مساله اللي هي معزوله عن واحد الفلسفه اللي هي عامه. اليوم الكل يتكلم على انه المرحله ديال كورونا على المستوى العالمي غادي يكون هناك تغير، النظام النيوليبرالي اللي مسؤول على واحد العدد ديال الامور ديال الانتاجيه المفرطه والتخريب ديال البيئه وكذا، هذا النظام لن يسقط ولكنه مطالب بتغيرات جذريه وعميقه، واغلب الدول كتتكلم على اعاده الدور ديال الدوله في القطاعات الاجتماعيه. ولكن الدور ديال الدوله كاين تخوف مطروح على الصعيد العالمي هو انه تكون هناك رجوع ديال السلطويه ويكون هناك ضرب ديال الحريات. اليوم كان قبل من كورونا 1.5 مليار ديال البشر كتنقل في العالم بكل حريه تقريبا، واليوم 3 مليار ديال الناس اللي هما في الحجر الصحي.
ربما كاين بعض المستبدين والحكومات المستبدة ومن يقومون على الشأن في المؤسسات المالية الدولية التي لها اليوم سلطة ما فوق وطنية، لأنها تركع الشعوب وتسلبها إرادتها وسيادتها، حتى الشعوب المتقدمة يعني في الدول الديمقراطية. كاين هناك تخوف من الرجوع ديال السلطوية وديال ضرب الحريات في المرحلة القادمة. وهنا فين الشعوب كلها مطالبة، المجتمع المدني بأحزابه الجادة ونقاباته وجمعياته ومثقفيه باش ينتابهوا لما يجري. المغرب حنايا كي دايرة بلادنا؟ حنا بلادنا كنعرفوا هذه 60 عام وكاين هناك نضال من أجل بناء الدولة الديمقراطية باقي ما بنيناها. عندنا دساتير، وصلنا للدستور ديال 2011، ولكن هذا الدستور لحد الآن لا يفصل بين السلطات، وداير يعني الإمكانية الوحيدة ديال المشاركة هي أنها الناس تشارك في الحكومة ولا تشارك في الحكم، كيف كان قال سي عبد الرحمن اليوسفي. إذن هذه الحكومات ديالنا اليوم اللي شفناهم يعني طيعين قبل من كورونا كيطبقوا التوصيات وجعلوا أن الصحة والتعليم ديالنا وصلوا للمستوى اللي وصلوا له، يعني هناك واحد الخراب مبين على المستوى المنظومة الصحية وعلى المستوى التعليم في بلادنا لا كمن ولا كيفا. هاد الناس راهم باقين هما اللي كاينين اليوم، واحد الخمسة ولا ستة الأحزاب اللي كتشكل الحكومة طلعوا بالطبع عن طريق انتخابات، ديك انتخابات فيها ما فيها لأن كاين أحزاب مستقلة وأحزاب غير مستقلة، وكاين الحياد السلبي ديال الدولة، وما كاينش الضبط التام للنزاهة والمصداقية ديال هاد الانتخابات. إذن هاد الحكومة هادي في هاد المحطة هادي أش كدير؟ أش كدير؟ خصنا نتابعو بزاف. المغاربة مساكن ناس دراوش، ملي شافوها انتبهت لما يجري في العالم وطبقت الحجر الصحي بواحد الشكل وسريع، كل شيء قال لها تبارك الله عليك هذا الشيء مزيان، يا تبارك الله عليك وراهم مخلصين على هذا الشيء، راه الحمد لله اللي داروا هذا الشيء، اشنو بغيتهم يديروا؟ يعني راه ضروري خصهم يديروا هذا الشيء والا خصنا نجريو عليهم، هذه الاولى. ولكن شفناهم بداوا كيقتطعوا من اجور الموظفين بلا ما يتشاوروا معاهم، انتم كتعرفوا الموظفين هذه 30 عام الاجور مجمده، انه الاقتطاع خصو يكون ارادي، انا اللي بغيت نعطي تمام. وهذا ثم وقفوا الترقيات، وقفوا الترقيات، هذاك الصندوق ديال كورونا اللي دار باش نعاونوا به ونشريوا التجهيزات اللازمه ونعطيو اعانه للفقراء اللي تقريبا وصلنا 20 مليون ديال الناس اللي في العتبه او تحت العتبه ديال الفقر. هذاك الصندوق بالفعل كانت هناك اعانات توجهات ل 4 مليون و300 الف اسره مزيان وقليله بين 800 درهم و1000 درهم. حنا الخبير الاقتصادي ديالنا نجيب اقصبي قال 2000 درهم مزيان. إذا حنا كنشوفوا هذا الشيء كله وكنقولوا راه الحكومة مغلوبة على أمرها وتفاجأت بهذا الوباء وراها كتحاول كيف ما كان الحال كتحاول. فإذا بها الحكومة ماشي دابا حزب واحد ولا راه الحكومة، لأن دوزوه مجلس الحكومة هذا القانون 2022 أش كيقول؟ هذا القانون يؤسس لمرحلة ما بعد كورونا أنه يريد أن يضرب ضربة قاضية يوجهها لحرية التعبير والرأي. حنا شفنا بان المغاربه مقهورين لان ما عندناش جهويه حقيقيه، ما كاينش ديمقراطيه، ما كاينش توزيع العادل للثروه، ابتكروا في واحد الاشكال احتجاجيه. شفنا الحراكات في الريف، في جراده، في زاكوره، في كل جهه، ثم شفنا المساله ديال المقاطعه. المقاطعه انا بالنسبه لي هذا سلوك مدني حضاري متقدم، لانه ما يمكنش نقبلوا بالريع، وعينا ما نديروا في البرامج لا للريع، الريع هو اللي كيان وامتيازات والنظام النيو باتريمونيالي. اذا المقاطعة هي نوع من الأنواع الاحتجاجية السلمية ديال هذا الوقت. إذن هاد الناس ما بقاوش بغاونا نحتجوا عليهم ويستغلون هذه الفرصة. وانتم تتعرفوا هاد الشيء هي القاعدة في العالم، كلما كانت هناك جائحة أو حالة الطوارئ كتلقى الحكومات المستبدة الغير ديمقراطية تستغل الظرف وكتضرب الحريات. والسيده ميشيل باشلي المفوضه الساميه ديال حقوق الانسان قالت لهم عندك وتكلمت على المغرب، قالت لهم راه ما يمكنش انه لا خديتوا شي يعني تدابير في هذا الوقت ديال كورونا، راه باش ندبروا كورونا ماشي باش تخلصوا من يعني المناضلين او الاراء المخالفه او المحتجين. هذا هو تماما. لا صحيح، وزاد بيان في يعني تكلمتي على هذه النقطة. أنا رفيق غير قبل ما ننسى، واش ممكن هذا التليفون طبقتيه شوية باسكو ما كنشوفوكش مزيان؟ هذا رقم واحد، رقم جوج نسيت ما يلا زيد غادي نعاود مزيان هكا صافي بارفي اكسيلون. الوغ من ما قدمتكش في الأول ولكن كنظن بأنه ما محتاجينش باقي نقدموك، ربما الناس اللي يلاه جاوا
معنا الرفيقة نبيلة منيب، دونك الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. الوغ تكلمتيني على أمور اللي أنا في نظري مهمة بزاف، وهضرتي على الطريقة ديال يعني على المقاطعة كطريقة وطنية وطريقة عقلانية للاحتجاج، وبغيت نسول أنا بغيت نعرف واش كاين دول اللي تحسب في الصف ديال الديمقراطية اللي عندها قوانين بحال هكا كتمنع هاد الأمر. أنا ما كنظنش، وبالعكس كنشوفوا يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي يعني في دول أخرى اللي ربما الحرية التعبير مضمونة فيها، كنشوفوا بأن المقاطعة ديال المنتوجات أمر اللي ربما كل نهار كتخرج مقاطعة جديدة ديال المنتوج، لأنه واحد الشريحة من المواطنين كيعتبروا أن هذاك المنتوج أو الشركة اللي كتنتج المنتوج أو الشخص اللي كيشاد الشركة كيدير عمل غير أخلاقي، وربما اللي معروف بزاف في هذه الحملات ديال المقاطعة ومن الحملات ديال جرين بيس وديال الناس واللي كيطالبوا من المقاطعة ديال عدد من المنتوجات، لأن الشركات اللي كتنتجها كتلوث بزاف ومسؤولة على مشاكل بيئية في العالم. أو لا مقاطعة أخرى اللي معروفة بزاف اللي كتدعو ليها BDS واللي كنشجعوها بطبيعة الحال، اللي هي المقاطعة ديال المنتوجات اللي مصنوعة في المستوطنات وفي يعني في الدولة ديال الاحتلال. وبالتالي شكون في نظرك، وحتى هذا أمر مهم، كنشمعوا اليوم بهذا المشروع ما كاين حتى واحد اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو، كيف يعقل هذا الامر؟ وشكون في نظرك المسؤول على هذا المشروع وعلى الاحاله ديالو يعني على الحكومه ومن بعد ربما على البرلمان؟ وهو انت تكلمتي الانظمه الديمقراطيه، الديمقراطيه ماشي فقط ديمقراطيه تمثيليه في انتخابات، كاينه الديمقراطيه التشاركيه، الديمقراطيه الاجتماعيه، والديمقراطيه في المفهوم ديالها الكبير هي انها تعطي الامكانيه ديال الاشراك ديال اكبر عدد ممكن في اتخاذ القرار. اذا في الدول المتقدمه راهي يعني وضع قوانين ومصادقه على قوانين دوليه وعهود دوليه وكتحترمها، لان عندها يعني لجان ديال اليقظه الشعبيه، الشعب يعني يتابع، وكاين القضاء المستقل، اذا ما كاينش اللي كيتابع هاد الناس. حنا في البلاد ديالنا ما عندناش القضاء المستقل، مازال خصنا نصدحوا النظام ديال العداله. حنا ما كنتكلموش على بعض القضاة اللي هما نزهاء وناس، ولكن المنظومه ككل ليست نزيهه، ثم اننا عايشين في نظام ما فيهش الديمقراطيه، والبرلمان عامر بواحد العدد ديال الناس اللي هما كيمثلوا لوبيات واصحاب مصالح. اذا اليوم شفتوا العمليه ديال المقاطعه اللي دارت في البلاد ديالنا، انها كان عندها واحد المفعول. المفعول الاول هو انها زادت من الوعي ديال الناس وخرجتهم من هذاك البؤره ديال الخوف، يعني الخوف من كل حاجه. يعني هاد الناس تعلموا بانه ماشي معقول الماء عطاه لهم سيدي ربي ويجي شي واحد يديروا في القراعي ويبيعوا لينا غالي، الا جبنا الماء تاع اسبانيا كيجي خس. اذا من حقهم انهم يحتجوا. ثم انه كانت عندنا واحد المصفات اللي هي لسامير وراها باقا ومازال غنضلوا باش تبقى، كانت كتوفر لنا واحد الامن الطاقي. فاذا بهذه الحكومه المحكومه المغلوبه على امرها واللي كتبع هذا الشيء الامتيازات ديال اللوبيات والصحاب وداك الشيء، انها غلقت لسامير وحرات الاسعار ديال 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 المحروقات، وهذا الشيء جعل بان اربعه العائلات في المغرب تغنات واحد الغنى فاحش واستفدت من ملايير. حنا كنا كنتمنى انه في الجائحه على الاقل يخويو داك الملاير اللي داو في داك تحرير الاسعار يردوهم يديرهم في هذا الصندوق نتعاونوا معاهم ونبنيو به شي حاجه، ما شفناش من هذا الشيء هذا، يلاه كيتصدقوا علينا. ثم كاين هناك استبلاد واستغباء للشعب المغربي، يظنون اننا لا نفهم. اليوم نحن نفهم في كل شيء، وفي السياسه الدوليه وفي كيف ان السياسه الدوليه تؤثر على بلداننا عندما تجدها طيعه وتجد حكومات ضعيفه جدا فهي تمرر الامور. وبالمناسبه هذه الحكومات الضعيفه حتى هي كتخدم عند رجليها، لا ترى المصلحه العامه للوطن او للمواطنات والمواطنين، بل تدافع على اللوبيات اللي هما موجودين في وسط الحكومه. اللي عندنا اليوم واحد العدد ديال الوزراء اللي هما يعني رجال اعمال او نساء اعمال، يعني عندهم اموال طائله، وبطبيعه الحال هذوك الناس ما الضمير ديالهم ميت وتيدوزوا غير الامور اللي غادي تخدم المصالح ديالهم كي لا يتغير المغرب، لانهم حاسين بهذا الرجه، هذا التسونامي ديال كورونا
يعني المغاربة فاقوا قالوا غدا إن شاء الله المغرب ديالنا اللي بغينا نبنيه وغيكون ديمقراطي في التوزيع العادل للثروة وجهوية حقيقية، وأننا ننتشلوا داك الشباب اللي في الفقر وفي العطلة نلقاو لهم خدمة ونكونوهم لأهلهم بنيهم مدرسة عمومية وجامعة البحث العلمي الصحة. وهاد الناس كيستبقوا الأحداث ليس إيجابا ولكن سلبا. كيبقى المغرب كيف المغرب اللي عرفناه هذه 60 عام، مغرب ديال الزواق، 150 عائلة اغتنت والأغلبية الساحقة تعيش يعني تئن تحت وطأة الجهل والفقر، وهاد الناس باقيين عوالين باش يزيدوا يسحقوها. ولهذا أنا كنظن بأنه الناس اللي سربوا هذا القانون اللي كان غيدوز خلسة، لأنه ما نشروش في البوابة ديال الأمانة العامة هاد الحكومة، تخيلوا معايا قانون صادقوا عليه وما دوزوش. قالك اسيدي حقا كاين واحد اللجنه تقنيه واحد اللجنه اخرى ما عرفت كيفاش. انا كنظن ربما كاين تما شي واحد استيقظ الضمير ديالو وخرج هذيك الورقه، حتى لقينا انه الوزير المسؤول بين مزدوجتين واللي هو غير مدفوع، يعني كان محسوب على الصف حتى هو اليساري، يعني كتبقى لك تشوف هنا ما كاين لا يسار ولا والو، هذه حكومه ديال الريع السياسي وتستفيد وتسحق الشعب وتكمم الافواه. وانا يعني كنشكر واحد العدد ديال المناضلات والمناضلين وديال المدونين اللي نشروا هذاك المشروع ديال القانون وسطروا على الخطوره ديالو وخلقوا هذا الحوار الوطني اللي هو دائر واللي هو صحي كيفما كان الحال. والمطالبه اليوم هو انه راه عندنا ترسانه من القوانين باش ننظموا الحريه ديال التعبير وديال الراي. لا حاجه لنا بان نخرج قانون من هذا النوع، والمصير ديالو يجب ان يلغى تماما. وإذا ما بغاوش يلغيوه باللين راه غادي تكون هناك معركه قويه، وراكم شفتوا واحد العدد البيانات واحد العدد ديال التصريحات ديال المسؤولين سياسيين نقابيين، الناس تترفض رفضا تاما هذا القانون ديال تكميم الافواه لكي يستمر المغرب على ما هو عليه. الوغ رفيقة، اول حاجه بعدا واش ممكن واش دايره لي زيكوتور؟ لان بزاف الناس كيتشكاو من ليكو من الصوت، ما عرفتش واش غادي يكون افضل. دايره لي زيكوتور، بغيتو نتكلم شويه بصوت مخفوت شويه، نقص شويه من الصوت ولا في فيديو ولا في فيديو ملي كيعجبك. يلا تا هذا صافا. الوغ الى حيدتي لي زيكوتور بغيت نقرا عليك واحد التعليق ديال سي مهدي اللي كيقول لنا. الوغ سي مهدي كيقول لنا بانه مسؤوليه محاوله تمرير هذا القانون هو الضعف المؤسساتي المقصود، والجميع يعلم ان الحكومه والبرلمان في المغرب ليسوا سوى واجهه لبيع الوهم الديمقراطي للمجتمع الدولي من اجل الاقتراض وخدمه المصالح. ما رايك في التعليق ديالك؟ انا متفقه مع سي مهدي، هذا التعليق ديالو اساسي، لان الدوله الديمقراطيه كتكون عندها مؤسسات قويه. المؤسسات القويه البرلمان خصو يكون بالفعل يمثل هذا الشعب، والمنتخبين اللي فيه ناس مثقفين وناس عندهم اخلاق عاليه، واخا يكونوا التوجهات ديالهم السياسيه مختلفه، ولكن احنا عندنا الاغلبيه واحد المجموعه ديال الاميين، واحد المجموعه ديال البزنسه، وكاين شويه ديال الناس اللي هما قاريين وشويه نقيين قلال، هما الاقليه. اذا حنا عندنا واحد البرلمان ديال الواجهه، ولكن هذه مؤسسه لرعايه المصالح ديال هذوك الناس اللي كيشريو الناس في الانتخابات وكيقدموا بشكره وكيطلعوه تما، ما كيعرف لا ما يقدم ولا ما ياخر الا يصبعوا، باش ملي كنقولوا نزيدوا في الميزانيه التعليم والصحه كيطيحوا. اذا انا متفقه معاه، هذا البرلمان هذا اللي كيتفق على المديونيه، وحنا اليوم الدين الخارجي للمغرب راه 73% من الناتج الداخلي الخام اللي هو يعني القيمه ديالو 120 مليار ديال الدولار، 73% ديال المديونيه بالاضافه الى سعر الفائده. وانتم كتعرفوا الا كانت الدوله عندها المديونيه مرتفعه راه ما يمكنش لها انها تكون عندها اختيارات ديالها. ولهذا حنايا كنطالبوا بالغاء المديونيه، لان هذه المديونيه راه حنا تظلمنا فيها. كاين واحد يعني تقارير اللي خرجت للوجود كتقول بانه كل مره شي دوله كتقترض كيشوفوا بانه السيل ديال الاموال كتمشي شويه لديك الدوله، ولكن كتمشي بالخصوص للجنان الضريبيه باش كيستافدوا منها هذوك القائمين على الشان والمستبدين. راه ملي كيتسلفوا لنا شي حاجه راه ما كتدخلش كلها للمغرب. ولهذا علاش حنايا شحال اقترضنا ومازال عندنا خصاص كبير في التجهيزات الاساسيه من طرق من مدارس من مستشفيات من جامعات، هادشي كله مازال خاصنا. اذا انا بالنسبه ليا الحكومه المغربيه حكومه محكومه، حكومه مغلوبه على امرها، والذي زادها ضعفا هو الضعف ديال الكفاءات ثم موت الضمير. انا تنسميه هكا موت الضمير. ناس انا ما فهمتش، انا ناس يلاه كانوا من شي واحد المستوى الاجتماعي نقزوا لواحد المجتمع اخر،
هذاك الشيء يالله كفاهم فرحة وسرورا ونسوا بأنهم هنا أن لخدمة هذا الشعب ورعاية مصالحه وسن سياسات عمومية ناجعة والترشيد النفقات. يلا ما قاسين كي يسوتوا في الصيف، راه كتعرفوا ملي كتكونش طوارئ حتى الصيف كيستغلوا يدوزوا تقاعد الوزارة، ما عمرو ما خدموا ولا تعرفوا يديروا حتى حاجة، ولا التقاعد ديال البرلمانيين. يعني هذا الشيء المغاربة كيضحكوا منه، ولكن هذا الشيء راه تيبكي، لأن ملي كتشوف الناس حنايا أقل دخلا من ضمن 130 دولة فقيرة، يلا خرج التقرير هذه 4 أيام، يعني كيف يعقل أنهم المغاربة كيعيشوا بسميتو 3.2 دولار في اليوم، هذه معدل كاين اللي ما تيشوفهاش. إذا صحيح يعني كيف يعقل، وأنه الخصاص ديالنا في الهيئة الأطباء، شوف أنتم دابا كيفاش في الواجهة وكيفاش كتقاتلوا، الله يعاونكم، أنه كاين عندنا 1.6 على 10,000 ديال المواطنين، وخصنا يكون عندنا 4.5 ديال المواطنين. اذا خصنا خصاص ديال 100,000 ديال الاطر الطبيه. غدا خصهم يحلوا كليه ديال الطب بلا مباراه، الطب العمومي باش نكونوا الاطباء الاكفاء والطبيبات باش هذا، والممرضين المساعدين، هادشي كله خاصنا. اذا هادشي اللي قال سي المهدي انا متفقه معاه تماما. اذا خصنا الديمقراطيه وخصنا نضلوا من اجلها. صحيح رفيق هير، هو اللي كيضر بزاف هو ملي كتلقى هذيك لا ديكوتومي في الدوله. ما هي ما معنى هذا؟ معنى انه غادي تمشي لمؤشرات بحال دوينغ بيزنس اولا مؤشرات اللي ربما فيهم فقط واحد الطابع اقتصادي، غتلقى بان المغرب غادي كيطلع فيهم، وبانه كيداروا حفلات وكيداروا يعني امور باش نحتفلوا بهذا الكلاسمون ديالنا اللي غادي كيطلع في هذه الامور. ولكن اون كونتر بارتي اش ما كتلقى؟ كتلقى المؤشرات اللي كتكلم على لي سيكتور سوسيو بحال الطب، بحال يعني بحال الصحه، بحال التعليم، بحال لانديز يعني المؤشر ديال النمو، ماشي نتاع النمو، لانديز ديفلوبمون هيومان، يعني المؤشر ديال البنود، كتلقى بانه المغرب 121 مكلاسي في الدول المتوسطه الى يعني الى الى اقل من المتوسطه، بينما دول اخرى مجاوره واللي ديما كنتكلموا عليها بحال الجزائر بحال تونس مكلاسيين في الدول اللي عندهم انيداش اللي هو الفي، وعندهم مستوى في التطبيب، مستوى في التعليم اللي هو احسن من ديالنا بكثير، وكيفوتنا يعني بحال دابا تونس وفيتنا ب 30 دوله. وهذا الشيء انا كيفاش كنقرا بانه فقط كيعجبنا في هذه الدوله انه نديروا لا فاساد لا فيترين، خاصها تكون مزوقه مزيان، خاصنا دي بروجي دافراستركتور بحال التي جي في، بحال لي زوتوغوت. كتلقى بان لوتوغوت فاس وجده كتستعمل اقل من 15% من لا كاباسيتي ديالها، بينما ما عندناش دي غوت رورال، ما عندناش امور اللي هي بسيطه. كيف تكلمتي على 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 الصحه، كتلقى بانه انا متاكد بانه هذه معلومه ما كايناش عند بزاف ديال المغاربه، بانه عارفين بانه عندنا اطباء قلال، وبانه عندنا عدد ديال الاسرى قليل، وبانه عندنا مستشفيات قليله، ولكن ما عارفينش بانها عندنا 6-7 مرات اقل من دول بحال الجزائر بحال تونس، بانه كنعطيو في الاعوام يعني في الميور زاني ديالنا كتعطى 7% يعني الميزانيه ديال الصحه، بينما الاو ام اس هذه المنظومه العالميه ديال الصحه اللي دابا كلشي كيسمع ليها وكلشي باغي يعرف التوصيات ديالها في هذا الوباء، كتوصي على الاقل الا بغينا يكون مستوى يعني متوسط ديال الصحه في واحد البلاد على الاقل 12% من البي بي ديالها يمشي للميادين السوسيال. فبالتالي نبغي يعني كرئيس الحزب اللي عنده واحد المصداقيه واللي عنده يعني واحد القبول، شنو هي النصيحه اللي تبغي تعطي المغربيات والمغاربه الاحرار اللي بغاو يديروا شي حاجه، اللي بغاو يعاونوا بلادهم، ولكن ربما كنشوفوا دابا بان كاين فقط واحد لا موبيليزاسيون عن طريق الولاد، وربما هي اللي ضراتهم بزاف وعلاش داروا هذا القانون، لا موبيليزاسيون فقط في على المنصات ديال التواصل الاجتماعي، ولا موبيليزاسيون فقط عن طريق اللايك وعن طريق الكومونتير. واش كاين شي نصيحه، شي امور اللي كرئيس الحزب كتنصحي بها المغاربه انهم يديروها، واللي في نظرك غادي قوينا وتخلي المغرب يتقدم الى الامام؟ شكرا انس، هذه المعطيات اللي عطيتي كلها مهمه ومفيده جدا. وفي الحقيقه اول حاجه خصنا نديروها انه كنعرفوا المغاربه كيبغيو بلادهم وكيتحمسوا باش يدافعوا على بلادهم، انا كنطلب من المغاربه بانهم يكونوا عقلانيين وانهم يبحثوا في المعطيات الدقيقه. مثلا كنشوفوا بانه المعدل ديال القرايه اللي كنقراو حنايا 5.5 ديال السنوات، المغاربه كلهم درتي المعدل، انت دابا قريتي 20 سنه باك بلس كذا، وكاين اللي ما قرا حتى نهار لانه 47% ديال الاميين. 5.5 سنه ديال القرايه في المغرب،
في الأردن 10 سنين معدل، وخصنا نفوتوا 7.5 باش يلاه نحسب. إذا المدخل الأساسي باش يمكن لينا غدا نهزوا الراس كبلد هو التعليم العمومي الجيد والجامعة العمومية، لأن فاشلين كمل وكيفا ما كاينش، ما كنقراوش ماشي كثار، كنقراو ما كنقراوش بزاف وكنتخرجوا قلال. إذا هذا واحد المعضلة اللي هي كبيرة. إذا عندنا خصائص في كل التخصصات بما فيها الطب بما فيها المهندسين بما فيها في كل شيء، هذه مسألة. وكيف قلتي كيف يعقل تونس اليوم في 10 مليون نسمة عندهم مليون ديال الطلبة في الجامعة، احنا 35 مليون نسمة عندنا حتى احنا مليون ديال الطلبة، احنا خصنا نضربوا في 3.5 باش غير نتقدموا مع تونس، خصنا 3.5 مليون ديال الطلبة في الجامعات والمعاهد العليا اليوم من أطباء من مهندسين، وديك الساعة المغرب غادي ينهض لأنه اليوم انطلاقة خصها تكون بالعلم والمعرفة، هذه أساس. ولكن باش غنوصلوا لهذه الحالة المغاربة اليوم ما خصهم يخرجوا من واحد كنتفرجوا في المغرب، المغاربة كيتفرجوا في المغرب، لا المغاربة يجب أن يفعلوا في المغرب. راهم كيفعلوا على واجهات متعددة، إنسان في القسم ديالو ولا في العمل ديالو، راه هذه خدمة وهذا نضال، ولكن كاين نضال سياسي. راه خاصنا غدا نرجعوا القيمة السياسية. راه اليوم اللي كيحكمونا هما التكنوقراط أصحاب المصالح أصحاب البومبات أصحاب الماء أصحاب داكشي، وكيعمروا غير جيابهم وكيعمروا الحسابات خارج المغرب، خلاونا حنايا في جهات يعني واحد الشرخ اجتماعي مجالي كبير. يعني كتلقى لا مغرب، كاين الناس اللي عايشين في العصر الحجري ما عندهم لا طريق لا مدرسه لا ما ياكلوا لا خدمه لا حتى شي حاجه. اذا بالنسبه ليا المغرب تكلم على فشل النموذج التنموي لانه كان هناك النهب فقط وتراكم الثروات لجهه واحده. هذا النموذج التنموي اللي غنبنيو بلادنا خصنا نكونوا حنا فاعلين فيه. ولهذا انا كنطلب من المغاربه خصهم الشباب والشابات اولا خصهم يوجدوا راسهم. وكيفاش غيوجدوا راسهم باش ينخرطوا في السياسه؟ السياسة باش ما يتغلبوش فيها خاصهم يكونوا معلمين، معلمين بالمفهوم الكبير، يعني أنهم يقراو وتكون عندهم ثقافة سياسية وأنهم يفهموا الجيوستراتيجية الدولية الجاري فيها. علاش اليوم كاين استهداف القضية الفلسطينية في هذه الجائحة كورونا؟ كيدوزوا لنا مسلسلات ديال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم الذي سرق الأرض وشتت الشعب وقتله، وحنا كنعرفوا بانه التحرر ديال الفلسطينيين هو الاساس باش يمكننا نتحرروا، ان تحرر الانسان هو كل شيء. واليوم واحد الموجه ديال التطبيع من قبل هذوك الراكعين للدول المتقدمه. وانا كنقول المغاربه طريق وحيده معروفه هي طريق النضال السياسي اللي فيه انخراط من اجل الحفاظ على المصلحه العامه، وهذا الشيء غادي تلقاه في الاحزاب التقدميه الجاده واليساريه، وحنا ضمنهم الى جانب فيدرالية اليسار الديمقراطي تنشتغلوا باش المغرب كل مغربي كان يستفد من التعليم العمومي الجيد المجاني، ويستفد من الصحه العموميه الجيده المجانيه، ويستفد من واحد الفضاء اللي يكون نقي ومزيان، يعني الاحترام ديال البيئه يحافظوا لها عليها الاجيال المقبله، وانه من يقرا والوالدين ديالو يتعبوا معاه، انه يلقى تكافؤ الفرص في الولوج لشغل. المغرب خصو يوجد الوظيفات في الوظيفه العموميه، ويوجد امكانيه ديال مقاولات صغرى ومتوسطه بالنسبه للشباب. ولكن الشباب بغيتوا هاد المره هادي هاد الرجه ديال كورونا يعني تزيد تعطينا الثقه في النفس بان المغرب راه كل المفكرين في العالم كيقولوا دابا راه المغرب ديالكم بلادكم غادي تكون داكشي اللي غديروا بها نتوما، ما تبقاوش مستسلمين، ما تقولوش راه ما عندنا ما نديروا، راه هذوك هما اللي عندهم الفلوس راه هما لا ماشي الفلوس هي المهمه، العقل الانساني والقلب ديالو الكبير هو المهم، وانه ينخرط من اجل اسعاد الغير. ولهذا انا كنطلب من الشباب انهم ينخرطوا في السياسه، وانهم اينما كانوا اش من ماده كيدرسوا يقراوا ويطلعوا ويقراوا الفلسفه وعلم الاجتماع ويطلعوا على السياسه الدوليه ويحاولوا يفهموا هذا الشيء، لان بغينا هذا الشباب متعلم وهذا الشباب هذا الشباب اللي شجاع باش غدا انه يقود المعركه ديال التغيير، لانه كفى 60 عام وحنا عايشين في العذاب، وهذه جهاد كورونا غادي يعني تاثر علينا، بالعكس هذه محطه باش يمكن لينا نتاملوا مزيان في اوضاعنا. ما عجبناش 20 مليون المغاربه تحت عتبات الفقر او في العتبه ديال الفقر، ما يمكنش. فينا هي الطبقه المتوسطه التي اختفت؟ لانها كتخلص المدرسه كتخلص
الصحة كتخلص الضو غالي والما غالي لأنه كاين التفويض يعني ديال التدبير ديالو، كل حاجة ولات كتخلصها غالية لأن البلاد تباعت. أنا واحد الوقت كنت قلت المغرب ما بقاش ملكنا، اليوم المغرب يمكن أن يعود ملكنا ونضلوا كلنا باش نلغيو المديونيه وباش يمكن لنا اننا نديرو اختياراتنا، نديرو صناعه مغربيه تحويليه باش يمكن لنا داكشي اللي كنستهلكو الكثير منه نصنعوه حنايا، والفلاحه ديالنا نطوروها ونشجعوا الفلاح، يعني انه نعطيو اعانات للناس المعوزين بيد ما ننتشلوهم الفقر، ماشي نخليوهم في الفقر، كيعطيوهم جوج دريال بوغ سورفيفغ باش يبقاو في ديك الحاله، لا بغيناهم باش ننتشلوهم. وهذا الشيء انا كنقول بيديكم، المغرب اليوم فيه 12 جهه، الشباب ديال كل جهه جهه خصو تا هو يتوحد، خصو يفيق وخصو يقول بانه واش غادي ندير، واش انا غادي نكون فاعل او مفعول بي، واش انا غادي نكون فاعل في التغيير ولا غادي نبقى نتفرج بان الخيرات والارض ديال جدودي مشات وكل شيء مشى وحتى حاجه ما كاينه والماء مشى والخيرات مشات والارض تلوتات والهواء تلوت. لا انا كنظن هذه مرحله رب ضاره نافعه، انا كتقول ملي كتكون الامور صعبه هذيك راه فرصه باش يمكن لنا اننا نتحركوا، وتنظن اليوم واحد المعطيات كثيره كيمكن نوصلوا لها بسهوله عبر هذه شبكات التواصل الاجتماعي، وما نضلوش غير في شبكات التواصل الاجتماعي، ناخذوا مبادرات. واليوم راه كاين واحد المساله نفكروا فيها جيدا، هو انه ما نتسناوش التغيير يجي على المستوى الوطني ككل، لا راه كاين كذلك التغيير المحلي اللي هو اللي غادي يطلع لنا ذوك الكفاءات المتدربه اللي غادي غدا تقود المجالس القرويه والحضريه واللي غادي تناضل وغادي ترشد النفقات وما غاديش تسرق وغادي تعاون ولاد الشعب باش هما يقراو مزيان باش تكون منهم شي حاجه اللي هي مفيده. ثم على المستوى الجهوي يعني كل المحطات اللي كتكون في البلاد يجب ان نشارك فيها وان يعني نكونوا كنعطيو المثل والنموذج في الاخلاق وفي القيم وفي الفعل. اليوم ما يمكنش لينا نبقاو في ردات فعل خرجوا القانون الله يخليهم بالخلا، لا خصنا نكونوا حنا سباقين وحنا نقترح ونجيب على الاسئله الحارقه ونقول ها هي الاجابات على الاشكاليات المطروحه. حنا ما بغيناش مغرب اللي ما فيهش ما نشربوا الماء اللي فيه الشروب راه حنا دابا كنبدلوه، ما بغيناش مغرب ملوات، ما بغيناش مغرب اللي فيه فوارق كبيره. واليوم كتعرفوا كاينه المعركه الكبيره ديال الذكاء الرقمي، هذا الذكاء الرقمي اساسي ومهم، ولكن بغينا حنايا المهندسين ديالنا وشبابنا انهم يعملوا باش يكون لصالح بلادنا وليس ضدنا، لان اليوم كنهضروا على لو ترانزيومانيزم، حقا بغينا نكبروا الانسان ويبدا يعيش 150 سنه ويبدا يشوف 10 كيلومتر قدام، هادشي مزيان والصحه ديالو تكون جيده، ولكن ما بغيناش غدا انسان يتحكم به في واحد لابوس دايرينها ليه في يديه ولا في شي حاجه وكيتحكم بلا 5 جي وغادي به بحال الحمار غادي ما فاهم حتى فين غادي. ولهذا انا كنقول خصنا نكونوا يعني تنتبهوا ونشجعوا البحث العلمي وندافعوا عليه، لان غدا الا كان عندنا بحث علمي مزيان حنا غادي نخترعوا اللقاح اللي خاصنا، حنا غادي نخترعوا الادويه اللي خاصنا، حنا غنخترعوا الاطعمه اللي خاصنا، ماشي هذيك اللي كيخويو عليها الاسمده اللي هي محظوره ممنوعه في اوروبا كيبيعوا علينا حنايا. راه واحد العدد ديال الاراضي في الشتوكا وفي الجنوب ديال المغرب مدورينهم بالسلك ما بقاو صالحين الزراعه لان ذاك الاسمده قاتله. وحنا عندنا الفوسفات يعني هذه ثروه وطنيه، عندنا 700 عام ديال تصدير الفوسفات وحنا كنستعملوا اسمده كنجيبوها من الخارج، يعني كاين شي حاجه كي نو فا با في البلاد ديالنا، يعني البلاد كيستافدوا منها واحد المجموعه والفئات الواسعه يعني كتسعى كيعلموها اليد السفلى. ولهذا هذه كنقول للمغاربه هذه فرصه ديالكم، هذه كورونا ما بعد كورونا يجب ان يتغير المغرب وبكم سيتغير وبالعلم وبالاستراتيجيه وبالخيرات، هذا هو اللي خصني نقول للشباب ديالنا. لا الرفيقة مفهوم وصحيح، كنتمنى انه الناس ينخرطوا اكثر في العمل في العمل النضالي بصفه عامه من بعد الجائحه ويفهموا شنو هي الاولويات اللي خصها تكون. وكيف قلتي دابا كاين واحد لا ريفولوسيون اللي جايه، كانت لا ريفولوسيون اندستريال، كانوا ريفولوسيون من بعد اوتوموبيل ايغونوتيك، اليوم كاين واحد لا ريفولوسيون اخرى في الميدان الصناعي اللي هي الانتيليجنس ارتيفيسيال. ما خصناش نخليو الفرصه تدوز ونبقاو دائما محكومين يعني من 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 عند ناس اخرين، هذا مهم. بون عندي واحد جوج الاسئله اللي انا واحد ساهل واحد شويه صعيب. فهاد الشيء اللي قلتيه الرفيقه تكلمتيني على الاهميه ديال الشباب انهم يكونوا واعيين ويكونوا كيقراوا ويكونوا كيدرسوا وكيبحثوا في العلوم الانسانيه في الفلسفه في امور اللي يهتموا بها باش ينميوا يعني واحد القدرات، ومن بعد ايضا يهتموا بالشان المحلي ديالهم ويترشحوا ربما في للتسيير ديال الامور المحليه عندهم. الوغ جوج الاسئله، السؤال الاول اللي ربما سهل شويه، هما بزاف ديال الناس كيطالبوك واش عندك نصائح ديال القراءه
واش تقدري تنصحيهم بالكتب اللي يقراو في هذا السونس؟ هذا السؤال اللي ربما الاول. السؤال الثاني هو ناس اللي غادي يقولوا بانه المشاركه في هذه المجالس ولا انك كشاب تحاول انك تخدم يعني عن هذا الطريق ديال المؤسسات ديال الدوله، فهذا بنفسه كونتر برودكتيف، ويعني يقدر فقط يعطل بعض الامور اللي تقدر توقع في المغرب، لانه كتولي كتشارك في ديك اللعبه وكتشارك في ديك المسرحيه، وبالتالي كتعطل وكت يعني ما كتخليش، ما عرفتش الكلمه الصحيحه باش ما تخونيش الكلمه، ولكن ما كتخليش يعني كتولي حتى نتايا لعبه في يد السلطه، وبالتالي ما كتبدل حتى حاجه. دونك هادو جوج الاسئله اللي قدرنا نهضروا عليهم. مرحبا، شكرا. هذه أسئلة مهمة جدا. أولا هادشي ديال المشاركة السياسية في لعبة سياسية اللي هي لعبة اللي هي قادرة في الحقيقة، لأن عندما تعمل فقط على يعني مراكمة الثروات ديال الناس المشاركين في هذه اللعبة، وهاد الناس اللي هما يستغلون المؤسسات ديال الدولة لصالح مصالحهم الشخصية وليس للدفاع عن المصلحة العامة، طبيعة الحال الشباب اللي هو في مقتبل العمر كيقول لك انا غادي نشارك، انا غادي نتقلق وما غاديش، ما عنديش الاغلبيه وغادي نشوف هذاك الشيء قدامي ما كيعجبنيش. ولكن لا، انا كنقول داك انا كنامن بالفئه القليله التي تهزم الفئات الكثيره. ملي كيكون شي واحد اللي هو يعني عنده قناعات قويه كيف قال نيتشه، يعني القوه ديال القناعه راه هي شي حاجه اللي هي مهمه، ولكن القناعه عندي مبنيه على استراتيجيه راه يمكن ليا نحول الدنيا كامله. انا كنت نفكر في 2002 يعني في مجالس قرويه بغاو يديروا الرئيس ديال المجلس، وكتعرفوا بان في القانون المغرب باش تكون رئيس ديال المجلس خاص يكون عندك على الاقل الشهاده الابتدائيه. واحد جوج مجالس قرويه ما لقاوش فيهم حتى واحد عنده الشهاده الابتدائيه، فاضطروا مرغم اخوك لا بطل بانهم يديروا واحد النساء في جوج ديال المجالس، وحده طبيبه وحده استاذه. وهذيك الطبيبه في المجلس ديالها اللي هو الاغلبيه اميين يعني دارت عمل ممتاز، والاخرى حتى هي دارت عمل ممتاز. اذا انا بالنسبه ليا راه المشاركه، ولكن المشاركه ماشي سلبيه، المشاركه ديال بصح، وانني نخرج المحاضر وانني نفضح ما يجري وانني نكون حاضر ونكون كنحاول نجمع معايا تشبيك داخل البرلمان. كاين واحد العدد ديال التالفين تماك ما عندهم لا ثقافه سياسيه لا والو، حتى هما نشتغل نجرهم، ولا كنت في مجلس قروي تو نجر دوك الناس ونفهمهم بان مصلحتهم في مصلحه الوطن وفي مصلحه الاخرين، وليس في مراكمه الثروات وفي نهب الاموال والسرقه. هذا الشيء خصني نفسرو لهم. وانا كنقول وهذا الشيء راه مرتبط بهذا الشيء اللي طلبتيني ديال القراءه، انه انا ما كنامنش بالكرسي الفارغ بطبيعه الحال، واخا هو صعيب في دوله ما باغياش يعني التغيير، في دوله فيها لوبيات وفيها مافيات ما باغينش الامور تغير، ولكن رانا خوينا الكرسي غادي يبقى الامر كما هو عليه. اذا ما علينا الا نخرطوا وبقوه ونختاروا مرشحين ممتازين نساء ورجالا، وندفعوا بهم يمثلونا في القرى في البوادي، يمثلونا في البرلمان يمثلونا، وندفعوا بهم ونوقفوا معاهم، ماشي في الانتخابات باش نعسوا، لا خصنا نوقفوا وخصنا نوعيوا الناس ونقول لهم ما يقبضوش الفلوس من عند هذوك البزناسه، وانهم يصوتوا على الناس شرفاء اللي هما قاريين وعندهم اخلاق عاليه. هذه الاولى. ثانيا هادشي ديال القراءه، انا بالنسبه لي باش نفهموا اشنا هي المداخل باش يمكننا نغيروا بلادنا، اشنا هي المداخل باش نقوي نفوسنا، اشنا هي المداخل باش يمكن لنا يعني نتجاوزوا هاد العقبات وهاد الانتكاسات تلو الانتكاسات اللي كنعرفوها. هادشي راه ما يمكن لنا نوصلوا ليه الا بثقافه، ثقافه وعلم ودرايه، باش يمكن لنا نطلقوا من ثقافتنا ودرايتنا باش نديروا استراتيجيه. انا كاين هذاك الكتاب ديما كنتكلم عليه، الكتاب ديال الان دونو لا ميديوكراسي، راه مترجم باللغه العربيه، ترجمته الاستاذه مشاعل عبد العزيز الهاجري، ممتاز جدا. وكيفسر هاد اشباه المثقفين اللي كيطلعوا لنا صباح وعشيه في التلفزيون كل خير ويصلون الكلاخ، ثم اشباه العلماء ما والو، اما العلماء الحقيقيين احنا شفناهم اليوم في الساحه كنشوفوهم عبر العالم، الاساتذه الاجلاء في الطب وفي الميكروبيولوجيا والفيرولوجي وفي هذا، والعلماء ديال الفلسفه والمثقفون اللي كيقول لك هذا، او البيئيون الحقيقيون اللي كيقول لك راه عندها كره، راه الارض مهدده وخصنا نرجعوا. يعني احنا شفنا دابا بدينا كنشوفوا شويه العلماء المزيانين. وانا كنصح كل اب كل 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 طفله كل طفل يقراوا هذا الكتاب ويديروا له ملخص، لانه ممتاز متميز، كيقول علاش مدرستنا اليوم مفلسه، وخا الواحد كيقرا بحال ما قرا والو،
لانهم كيقريونا شويه باش نبقاو ضعاف باش ما نقدروش نسالوهم هما ونسالو النظام ديالهم وما يمكن ليناش نغيروه. اذا خصنا نفهموا هذا الشيء. ثم كيقولوا لنا كيفاش هذا العالم داب يعني النظام المالي داب في النظام الاقتصادي وتوفق على السياسي، تولوا الفلوس هي التي تدير العالم والمال الذي يولد المال وما بقاش قيمه العمل ما بقاش قيمه الانسان. هادشي كله خصنا نفهموه. كاين فيه واحد المداخل وكيقول لكم شنو هي الشركات اللي حيدت يعني التنوع البيئي باش دير واحد الزراعه اللي هي واحده وقضات على النحل وقضات على التنوع البيئي وقضات على واحد عدد ديال الامور. اذا انا هذا الكتاب من الكتب المهمه اللي كنصح بها. ثم كنقول وحنا في واحد الوقت ديال التيه الهوياتي وانغلاق الهوياتي ما عارفين ما نديروا، واحد العدد ديال الشباب ديالنا يعني كيجروه بعض الجهات الظلاميه اللي هي ما كتعرف لا تاويل ديال الدين ولا والو. انا كنقول لهم بانه كاين واحد العدد ديال الكتب اليوم، كاين واحد الكتاب ثلاثه ديال الاجزاء سميتو لو كوران دي هيستوريان، يعني كيتكلم على السياق التاريخي اللي ظهر فيه يعني الاسلام. وهذا مهم يفهموا الناس السياق باش يفهموا بانه اذا كاين المقدس وحنا كنعترفوا به، كاين تغير المجتمعي والتغير ديال العالم الذي يجب ان نتكيف معه، وانه دائما كاين هناك السمو ديال العقل الانساني باش يمكن لنا اننا نحلوا الاشكالات، واننا وهذا الشيء لا يتعارض مع ان تكون للانسان عقيده او غيرها. وكاين واحد العدد ديال الكتب ديال المتصوفه المعروفين يعني ابن عربي محي الدين ابن عربي وغيرهم يمكن الواحد يطالع عليهم. كاين واحد العدد ديال لي فيديو اللي يمكن الانسان يتبعهم، فلاسفه كبار بحال فوكو بحال ميشيل اونفري ديال دابا، واحد العدد ديال المفكرين وديال الناس داك اللي كنقولوا لي دونور دالارت بحال جان كريستوف كريف كور، واحد العدد ديال الناس اللي كيحلوا لينا عينينا وكيقولوا لنا مثلا اليوم حنايا المنظمه العالميه للصحه، المنظمه العالميه للصحه اليوم مثلا تمولها مؤسسات ديال بيل جيت وغيرهم، وهاد الناس راهما عينيهم فينا باغين يعني كلنا يديروا لنا لقاح، وهذاك اللقاح يدوزوا لنا عليه شي حاجه. هذه واحد المساله كانوا بغاو يعملوها مع لو اش ان ان ما صدقاتش ليهم. اذا خاصنا فيجيلونس، خاصنا نكونوا حالين عينينا، نكونوا كنفهموا شنو كيجرى من حولنا باش يمكن لينا نحافظوا على الصحه ديالنا والصحه ديال الانسان اينما وجد والصحه ديال الطبيعه اينما وجدت. ولهذا ويلعبوا لنا شويه ديال الرياضه شويه ديال الفنون. اذا خاصنا المستوى الاول نقراو صحيح وماشي غير ناكلوا، حتى الماكله راه اليوم كاين هذاك واحد العدد ديال الاساتذه منهم هذاك جاك جينيرو جو بونس ماشي جينيرو هذا البروفيسور مهم دابا نقول لكم شي نهار السميه ديالو، اللي هما شوفوهم الاساتذه المختصين في عالم التغذيه شنو خصنا ناكلوا. هذا رمضان هذه مناسبه باش احنا كنقولوا صوموا تصحوا، هذه هي ثقافتنا. اذا خصنا نعرفوا شنو كناكلوا وما نبقاوش غير حنا كناكلوا، خصنا نطلعوا الدرج الثاني نقراو ونطالعوا الفلسفه وكل شيء، ثم الدرج الثالث نقول لكم السمو الروحي. وانا كنوصيكم بنو عربي وكل يعني واحد العدد ديال المتوسطين. لا متفقين متفقين عليهم. لا بتيت غمارك، يعني انا ما كرهتش انه الناس ضروري كنهضر هنا على المستوى العلمي وخاصه في الطب مزيان خاصكم تقلبوا خاصكم تحاولوا تلقاو دي كتب اولا فيديوهات اللي كيتكلموا لكم على شنو هي الامور اللي تقدروا ديروا باش تفيدوا الصحه ديالكم وبالتالي تفيدوا حتى الناس اللي في حولكم. انا اللي كيجيني اهم من التوعيه الصحيه هو التوعيه على المنهج العلمي، وربما الاستاذه راكي استاذه جامعيه وغتعميني، فمزيان نديروا التوعيه الصحيه ونقولوا للناس شنو خصهم يديروا باش يحافظوا على صحتهم، ولكن ايضا ضروري لانه المدرسه العموميه للاسف ما كدوش بحال هذه المعلومات، ما خلاناش الناس يقولوا كيفهموا شنو هو المنهج العلمي. علاش؟ لان الا فهمتي شنو هو المنهج العلمي غادي تولي انت قادر بنفسك تعرف واش ديك المعلومه اللي شفتي قابله انها تكون صحيحه. ما كنقولكش انت غادي تحكم على المعلومات، لان بطبيعه الحال اهل ديال الميدان والاهل ديال الاختصاص هما اللي غادي يديروا هادشي، ولكن انت غادي تولي عندك القدره تقول على الاقل واش هذه المعلومه تقدر تكون صحيحه او لا، هذه باينه بانه ماشي صحيحه وخاليه من الصحه. وربما بحال هادشي اللي وقع لنا دابا في القضيه ديال الهيدروكسيكلوروكين وبزاف من الناس تبعوا هذا، راه في المنهج العلمي الراي ديال الخبير مهم بطبيعه الحال، ولكن هو الاقل اهميه في ذاك الهرم ديال الاهميات، هو الاقل اهميه واللي اهم اكثر هو كيفاش كيدار البحث العلمي وكيفاش كان شنو هي الطريقه ديال البحث واش كانت ايفيكتيفمون محترم بزاف ديال الامور. وهذه الامور نتمنى غادي نحاول نديروا دي لايف ولا ربما دي فيديو على هذا الموضوع باش تولي الناس عندها القدره هي بنفسها تعرف واش معلومه قابله على انها تكون صحيحه
او لا. فيما يخص الكتب تكلمتيني على لا ميديوكراسي، تكلمتيني على لو كورون دي زيستوريان، تكلمتيني على بزاف كتب اخرى. انا كنت كنتظرك تكلمي لنا ايضا على اندي نيفو، باسكو جو سوي سور كو كتاب اللي قريتي واللي ربما حتى هو واخا صغير كيوصل بزاف ديال الافكار مهمه، وحتى هو كنصح به يعني اللي بغى يتقف في هذا الميدان انه يقراه. وبغيت نوصل معك قبل ما نكملوا، نرجعوا للموضوع اللي بدينا به ديال الحريه ديال التعبير وديال هذا القانون 2220. دونك عرفنا بانه خطير، عرفنا بانه واخا المسؤوليه مازال ما بغاتش تظهر يعني على من نحطوا الصبع، ولكن شنو نقدروا نديروا ك يعني كمناضلين او كشعب باش نحاربوا بحال هذا النوع ديال القوانين اللي انا متاكد انه مازال غادي يجيو واحد اخرين بحالهم. اولا كاين طرق عديده ومتعدده، ولكن اليوم حنايا يعني في هذا الحجر الصحي ما يمكن لنا نعتمدوا الا على وسائل التواصل الاجتماعي هي بنفسها باش يمكن لنا ندافعوا على هذا الحق هذا ديالنا ديال التعبير. كاين واحد العدد المبادرات دارت هاشتاغ مساكتينش، هاشتاغ ما ندوزيش هذا القانون، هاشتاغ ليسقط قانون 2022، يعني وهذا الشيء خصنا نديروا له توقيعات كبيره. يمكن كذلك اننا نشروا نطلقوا عرائض عبر 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 الانترنت. انتم كتعرفوا انه الصوت صوت كتسمعني؟ الصوت ما بقاش مزيان، ما عرفتش واش عندي انا مابقاش مزيان. دابا كتسمعني؟ انا رفعت لا مزيان مزيان. اذا خاص اننا نبحثوا في كل الطرق عبر الشبكات ديال التواصل الاجتماعي باش يمكن لنا اننا نسمع صوتنا، يعني وانه هذه العلاقه تكون فيها الاسماء ويكون فيها حتى الصفه، الاساتذه الاطباء، يعني كل شيء. الناس تقول باننا لا نقبل بهذا القانون ديال التكبير والاقتراح وانه يجب اسقاطه. ثم كاين هناك الدور ديال الاحزاب جده والنقابات، راه كاين واحد العمل اللي كيتدار، خرجوا واحد البيان حنايا كفيدرال ديال اليسار ديال الجزائر، خرجوا جمعيات حقوقيه كذلك بيانات تنديد بهذا القانون. الى حنا في ديري لي لي ما تسمعوكش مزيان غير ما بقينا كنا كنسمعوك مزيان، ولكن دابا لا، ربما الى عاودتي ديري لي زيكوتور بوغ فتاتر. فوالا هكا احسن، هكا احسن. سي بون سي بون منو كتسمعني؟ ولكن ديرهم بزاف الناس مازال كيقولوا من الافضل اللي تقدر. وعلاش ها ولا ميكرو؟ بزاف الناس كيقولوا ميكرو. الو طيب، كنا كنتكلموا تسمعوني مزيان؟ كنا كنتكلموا على شنو هي الطرق اللي يمكن لينا نشتغلوا عليها اليوم. اولا ما خصناش نسكتوا، هذه الاولى. ثم اننا نستعملوا شبكات التواصل الاجتماعي باش يمكن لنا اننا نسمع صوتنا من كل جهه. يعني اليوم كيف قلت فيدرالية اليسار الديمقراطي خرجت واحد البيان ضد هذا وتطالب باسقاط هذا القانون 2022. كاين هناك جمعيات حقوقيه كذلك خرجت بيانات، ولكن هذا الشيء ما كيكفيش. انا كنظن خاص الناس اللي داخله لهاد الشبكات راه بالملايين انه يدار هذاك الهاشتاغ بانه من اجل اسقاط القانون 2022، واننا كنا نوقع فيه بالاسماء ديالنا بالصفات ديالنا، واننا نصيفطوا هاد العرائض هادي نصيفطوها للسيد رئيس الحكومه، واخا ما كتحكمش باش يسمع الصوت ديالنا لانه ضروري باش نوصلوا ليه. ثم اننا نحاولوا نبتكروا بعض الطرق. انا كنشوف الشباب كل مره كيبتكروا بعض الطرق اللي هي جديده باش يمكن لنا نسمعوا الصوت ديالنا، وانه الشعب كله يسمع بان هناك كاين واحد القانون اللي هو خطير ضد الحريات وضد يعني كل المكتسبات التي اكتسبناها بنضالات مريره. حتى واحد ما عمره ما تفضل علينا بشي حاجه، ولكن اليوم هذا القانون هذا لا يمكن ان يمر، وخصنا نديروا تعبئه متواصله الى حين اسقاطه باش ما نخليوش هاد الناس يدوزوه للبرلمان. هذا هو اللي كاين. شكرا رفيقه. الو قربنا نوصلوا لافان. ما نقدروش نديروا لايف مع الحزب ومعك انت شخصيا حول موضوع يعني حريه التعبير بلا ما نتكلموا على المعتقلين السياسيين اللي عندنا اليوم في المغرب. وعرفنا بان الحزب بصفه عامه وانت بصفه شخصيه متبعه بزاف هذا الامر، وربما هذه هي الفرصه نعاودوا نتكلموا مع الناس ونوصلوا لهم فين وصل الملف وشنو نقدروا نديروا في الايام ولا في الاسابيع اللي جايه باش ندعموا الملف ديال لا ليبراسيون ديال المعتقلين السياسيين اللي كاينين في المغرب. اولا يعني من العيب والعار انه المغرب ديال القرن 21 يكونوا باقين فيه معتقلين سياسيين.
اليوم كاين واحد العدد ديال المعتقلين سياسيين وعلى رأسهم المعتقلين ديال الحراك الشعبي ديال الريف، كاين معتقلين آخرين، كاين معتقلين ديال الرأي، كاين صحفيين، كاين مدونين. واليوم حنا كنشوفوا يعني من جهة كيقول لك راه المغرب مزيان دار الكمامات، ومن جهة كيخرج لك التقرير أنه غوتيريس ولا ميشيل باشلي كتقول بأنه كاين واحد العدد ديال البلدان، وقال تكلمت على تايلاند وتكلمت على المغرب بأنه كاين هناك استغلال كل ظرف ظرف من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين ومع الأصوات المعارضة ومع المطالبين بالحقوق. وبالفعل إذا كان هناك من حق هاد الشباب ديال الحراك الريف طالب بالمستشفى، وإحنا اليوم محتاجين المستشفيات وما لقيناهوش مجهزين، طالب بالمدرسة وما لقيناش العدد الكافي من الأطر اللي بغيناها تكون واقفة في كل جهة باش نهضوا بالبلاد. إذا بالنسبة لي هذه معركة. إحنا كحزب طبيعة الحال منذ الوهلة الأولى وإحنا متبعين هذا الملف، لأنه ملف ديال ظلم مبين مورس في حق شباب. حنا هذوك هما الشباب اللي بغينا نبنيو بهم غدا المغرب ديال غدا تا هما. هاد الشباب هادو حنا ما تخليناش عليهم، مشينا للجهه ديال الريف، حنا الاولين مشينا للحسيمه ودرنا فيها شي مع المكتب السياسي واطلقنا من تم البيان ديال الحسيمه. جينا وعاود درنا النداء ديال المواطنه وطالبنا مع رفاقنا في الفيدراليه ورفاق اخرون في الصف اليساري والتقدمي باش يمكن لينا نسمعوا الصوت ديالنا. اليوم راه وصلنا تقريبا شي 5000 ديال التوقيعات في هذاك النداء، واخا هو النداء ماشي مطالبين نديروا فيه العدد كبير ديال التوقيعات، ولكن بزاف ديال الناس اللي بغاو يوقعوا، يعني ناس شخصيات كبيره، مثقفون، محامون، حزبيين وغير حزبيين، يعني وبغينا ان هذه الدوله اللي ما كامرها ما كتبغي تسمع لنا، لانها يحز في النفس. انا كنشوف الدول المتقدمه لا غير شي بنيه صغيره عندها 11 عام راسلات واحد المره رئيس الحكومه وقالت له راه وقع ما وقع، فاستجاب لها وناقمت القيامه ودارت اللجنه وجابوا. حنا كنتواصلوا مع هاد الناس كامناء عامون ما كيدوهاش فينا، كنطرحوا معاهم سؤال في مباشر في اجتماع، ماذا ستفعلون بالمعتقلين السياسيين؟ واليوم كورونا ودخلات الرسلمة ودخلات السجون في الورزازات، جابها لهم شي قايد ولا ما عرفتش مسؤول قال لك مشى لمراكش في هذا الحجر وجابها لهم ودخلت تما سقف عباد الله كاملين. وفي اذا ماذا ستفعلون؟ في التقرير الاخير يعني الخلاصه ديال السيد رئيس الحكومه اعطى خلاصه على كل شيء ونسى هذا الموضوع ديالها لانه مغلوب على امره وهذا الملف ماشي ديالو. حنا اعطيناهم الحل انه يطبقوا القانون ديال العفو العام وانه يخرجوا هذوك الناس وتمحى السبوره ونبداو صفحه جديده ديال المصالحه مع المغرب المهمش، المغرب الضائع، المغرب الذي يعاني أبناءه معاناة لا تليق بأحلامي وتضحياتي المغاربة كلها منذ استقلينا ذاك الاستقلال يعني المنقوص، لأن يعني منقوص راه مازال حتى الصحراء ما كملنا لا سبتة ومليلية رجعناها ورا الناس واقفين في الحدود. إذا بالنسبة لي هذا من رفيقة إلا كان ممكن هذه النقطة مهمة بزاف، ما كرهتكش تشرحي مرة أخرى شنو هو قانون العفو العام باش يعرفوا يعني الناس اللي كيتفرجوا شنو تقترح وفين وصلنا فيه اولا وشكون اللي كيلوبلوك اكزاكت. الوغ هذا القانون ديال العفو العام هو الا بغينا نترجموه للفرنسيه قانون ديال لامنيستي، يعني انه شي واحد اللي كنتي ظلمتيه وما دار والو وانك كتخرجوا ماشي كتعفو عليه، غتعفو ليه الا دار شي حاجه، هادو ما داروا والو ما عنده هذا مخالف للعفو، طلب العفو، طلب العفو إلى كنت درتي شي مخالفة أو شي جنحة وكذا كيمكن طلب بالعفو. أما ملي ما كدير والو كتكون تايا تعدوا عليك داخل السجن بشكل يعني مريب، ورجعنا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأنه واحد المرة يجب إعمال العقل وأنه نكونوا كبار ونقولوا غادي نطبقوا القانون ديال العفو العام على المعتقلين السياسيين اللي الذنب اللي اقترفوه هو انهم فضحوا الفساد وطالبوا بالاصلاحات وطالبوا بحقوقهم الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه. اذا بالنسبه لي هذا هو العفو العام اللي طالبنا به واللي الدوله مازال ما استجبتش، لانه خصها تستجب في البرلمان يضغط، البرلمان عامر باللوبيات وعامر بالناس اللي باعوا الماتش، هذا هو المشكل. شكون اللي بغيت يساندك في هذا الا اذا كان هناك اعمال حكمه والاستفاده من الدروس ديال هذه الجائحه وما يمكن ان يعني ان يتبعها، لان المشكله كنقولوا بانه الضغط يعني تيوجد الانفجار. احنا ما بغيناش انه تنفجر بلادنا، بغينا انه بعد كورونا ان شاء الله نبداو في واحد المرحله ديال البناء، واحد المرحله ديال النماء،
واحد المرحله ديال التقدم، واحد المرحله صناعيه، واحد المرحله فلاحيه حقيقه. الفلاحه نطوروها بالبحث العلمي والفلاح يخدم، ومرحله ديال العلم والتعلم والبحث العلمي والمدرسه نعاود نبنيوها من جديد، والصحه نبنيوها من جديد. هادشي اللي بغينا، ما بغيناش حنا نبقاو دائما كندورو في حلقه ديال تخلى ضربونا وحنا كنحتجوا والسجون وهذا. ثم انه انا بالنسبه ليا هاد الملف ديال المعتقلين السياسيين راه كي أزم الأوضاع داخليا وكيشوه المغرب خارجيا، ولهذا رخصنا أننا نهتموا بهم وأنه نطلقوا سراحهم قبل ما يتطلق سراحنا كاملين بعد هذا الحجر الصحي. هذا ما نتمناه وهذا ما سنناضل من أجله. نعم، وحنا متأكدين من واحد الملف حتى هو مزيان مهم غادي يطلع لايف، هذا هو المشكل بسرعة. هذو ديال العالقين المغاربة راه كانوا عايشين في المغرب أو في الخارج راهم مغاربه، وكنطلبوا من الدوله المغربيه انهم الناس اللي عارفين في الخارج تدخلهم، والناس اللي عارفين في الداخل تسهل عليهم العمليه ديال العوده المنظمه في اقرب وقت. شكرا يحفظكم، وقراوا بزاف وطلعوا. شكرا رفيقه، شكرا جزيلا رفيقه، وتحيه لضيفي.